هنتكلم أكتر عن هذه المبادرات وأهميتها مع دكتور عاطف الشيطاني استشاري الصحة الإنجابية والمقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان. برحب بك يا دكتور. اهلا بك يا فندم. اهلا بك استاذ خلود. اهلا بك دكتور عاطف. يعني لو تكلمنا عن المجهود اللي تم خلال الفتره الاخيره والانجازات والمكاسب التي تحققت في المنظومه الصحيه والبنيه التحتيه الصحيه بشكل عام وتحديدا المبادرات الخاصه بالمراه بشكل خاص. ده صحيح. هو لازم نفهم ان وزاره الصحه عليها دور خطير في الوقاية قبل تقديم العلاج، قبل القطاع العلاجي ما يشتغل. الدور الوقائي أعتقد وزارة الصحة من خلال المبادرات بتكثف جهودها لاكتشاف والأمراض التي في بعض الأحيان تكون منتشرة وليس هناك وعي يعني بيها بين جموع الشعب. احنا من المهم جدا ان احنا نعرف ان المبادرات دي الكل فيها بيبقى كسبان، حتى الوزارة نفسها بتبقى كسبانة، لان الناس اللي بتبقى شغالة الدكاترة الممرضات والفنيين المنتشرين في كل ربوع مصر بيحاولوا يساعدوا الناس على الوقاية وتعزيز الصحة، لان الوقاية دي طبعا يعني استحقاق دستوري في المادة 18 اللي هي الخاصة بالصحة من الدستور، دايما بتركز على ان للشعب المصري والفرد والمواطن المصري له الحق في التمتع بصحة جيدة، وفي المقابل هناك دور لوزارة الصحة بالأخص يعني والحكومة على مستوى العام في تعزيز هذه الصحة وتقديم الخدمات التي تقي من المرض. في الوقت الحالي وزارة الصحة بتملك أكثر من 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، والوحدة الصحية أصلا هي وحدة للرعاية الصحية الأولية، هي وحدة معمولة اللي هي الوحدة اللي بتقدم تطعيمات الأطفال ومتابعة نمو الأطفال ورعاية الحمل والصحة الإنجابية، كلها خدمات وقائية تقدم للأصحاء. بجانب هذه الخدمات وزارة الصحة بتحاول بقدر الإمكان من خلال هذه المبادرات الخروج إلى المجتمع، لان احنا عارفين ان الناس في الامور العاديه بتتردد على وحدات الطاقه زي الخدمات، انما هناك كثير من الفئات وبرضه هنسمي الفئات دي فئات مهمشه، يعني في بعض الاحيان في مناطق نائيه في ناس لا تتمتع بالوعي الكافي او في ناس لا تتمتع حتى بالوعي باين الخدمه ولا واحيانا لا تدري بالمرض. اكتشاف المرض من الحاجات المهمه جدا في الوقت الحالي وبيخفف من الأعباء الاقتصادية على الدولة، لأن المرض اكتشافه مبكرا بيخفف يعني بيتكلف قليلا أكثر من لما أبدأ العلاج في مراحل متأخرة. برضو لازم نعرف أن المنظومة والمبادرة متكاملة، يعني أنا برضو ما أقدرش أنسى أن وزارة الصحة في الفترة اللي فاتت كانت أعلنت على قائمة من الخدمات بتقدم للمقبلين على الزواج، وده نوع من أنواع الوقاية، لا يعني في نفس الاستراتيجية اللي بتنهجها وزارة الصحة في أنها ترفع الوعي، لأن الخدمات قبل الزواج نعرفين أن احنا حوالي 900,000 زيجة سنوية وكانت مليون في وقت من الأوقات وبيتراوح الرقم، كل ده بيفرق معانا، لان وزاره الصحه برضه من خلال هذه الخدمات بيبقى لديها من يعني نقول ايه زخم من المعلومات والبيانات عن صحه الناس اللي ممكن تستخدمها في التخطيط واعاده تصحيح المسار في بعض المناطق. ثانيا تحليل هذه البيانات على مستوى الجمهوريه بيقدر يحدد اين تزيد بعض الامراض، بيقدر يضع خريطه صحيه يقدر بعد كده يحط بناء عليها يعني نقول توزيع تاني للخدمات علشان اقدر البي احتياجات الجمهور بشكل مستمر. يعني حضرتك يمكن اتكلمت عن نقطه مهمه هي متعلقه بالوعي، شايف جهود الدوله ازاي السنوات الاخيره في زياده وعي المراه كمان عن صحتها وصحه طفلها وجنينها من خلال الجهود اللي بتبذلها الوزاره وفي نفس الوقت القوافل الطبيه اللي موجوده في كل مكان في القرى وفي
عندنا كمان المراكز زادت والقوافل اللي موجودة كمان في النجوع المختلفة في كل المحافظات اللي احنا يعني بنقول عليها اللي هي البعيدة أو النائية، شفت هذه الجهود ازاي يا دكتور؟ والله يا حضرتك أثرت نقطة في منتهى الخطورة، لأن طبعا يعني الاهتمام بوعي المواطن ده يعني كل العالم بيهتم بيه، بل في بعض البلاد الأوروبية بيبدأ يتعامل مع يعني برامج، بيبدأ ينفذ برامج بيسموها برامج المحو الأمية الصحية، لأنه عارف إن هذه البرامج مردودها على مستوى طويل على مستوى بعيد بيبقى جيد على الاقتصاد وعلى المجتمع وعلى الصحة وعلى عبء المرض والأشياء اللي شبه ذلك. عشان كده في مصر أعتقد إن احنا في الوقت الحالي مع لما بنقرأ نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، أولا بنعرف إن احنا معانا أدوات نقدر نقيس بيها مستويات الوعي دي باستمرار وبانتظام، وبتقدر تعرفنا الناس وصل لغاية فين. أولا لازم نعرف إن الوعي بالصحة الذاتية مهم جدا، إن أنا أكون عارف السيدة بالذات يعني لازم تكون عارفة الجهاز الإنجابي بتاعها ده بيشتغل إزاي وبيتحرك إزاي وإزاي تقدر يعني أنا لما بتكلم في تنظيم الأسرة الناس لازم تفهم إن أنا بتكلم وأنا بحافظ على الجهاز الإنجابي للأنثى، يعني مش لازم دايما تنظيم الأسرة يتم تداوله بين الناس ان هو لمجرد ان انا اقلل العدد، لا. أيوة. هو صحيح يا دكتور، صحة الام علشان تقدر تاخد القرار السليم وتقدر تنجب عدد من الاطفال يناسب صحتها ويناسب امكانيات الأسرة. الوعي بالبيئة من الحاجات المهمة، يعني احنا من المهم ان احنا نفهم ان الناس ازاي تحافظ على البيئة اللي هي عايشة فيها، يعني هناك ملفات متكاملة أعتقد كلها بتصب يعني اتجاه الوعي، وده بيفكرنا بالدور الإعلامي الخطير اللي بيلعبه التلفزيون والإذاعة وكل الأجهزة المرئية والسمع والمسموعة، اللي المفروض أنا بقى بقول لحضرتك يعني دي حتة من عندي كده دايما أنادي بيها، إن المفروض يبقى حق دستوري للإنسان المصري إن هو يعني يكون من السهل عليه ان هو يلاقي المعلومه اللي هو محتاجها، لابد ان تتاح له المعلومه من خلال جميع الاجهزه في اي وقت يحتاجه، ولابد ان يستمر البث التلفزيوني الخاص ببث الرسائل خصوصا لحضرتك يعني اشرت اليوم الفئات اللي بتبقى في مناطق بعيده وفي بعض الاحيان لا تسمع الا الراديو في المزارع وناس بسيطه ومحتاجه رساله بسيطه على قدها، يعني احنا يعني الدوله مهتميه بالوعي فعلا برفع الوعي، ولكن طبعا محتاجين ان ده يكون من خلال تشريع. انا اللي بطالب بيها بصراحه يعني ان نشر الوعي له نقول قنوات كثيره، يعني هو التلفزيون والمدارس، حتى واحنا صغيرين كانت المدارس دايما الكراريس عليها دايما الرسائل بتحاول بقدر الامكان تغير من سلوكنا الصحي. احنا كلنا اولا على لازم نعترف ان احنا كل ما بيزيد وعينا بالامور الصحيه كل ما النتائج الصحيه بتبقى اكتر، لان احنا برضو دلوقتي ما نقدرش نقول ان احنا يعني نقول وصلنا لاخر مطاف، لا، هناك مؤشرات دوليه احنا بنستخدمها حتى دلوقتي عشان يقاس يعني نقول مستوى صحه الانسان المصري، ومنها واهمها اللي هو العمر المتوقع عند الميلاد للانسان المصري. احنا دلوقتي بنتكلم على دول زي كوريا مثلا وصل لغايه اكثر من 80 سنه في المتوسط بيعيشها الانسان، احنا من حوالي 72، ونتمنى يعني الوعي الصحي مع الخدمات الصحية كلها اشياء بتؤثر في تعزيز صحة الانسان المصري، هو بيزيد، لان احنا كنا في الستين يعني كنا في حوالي يعني 68 قبل كده وزدنا، انما احنا محتاجين ان احنا يعني نحاول بقدر الامكان نشتغل على جميع البرامج بشكل متكامل، يعني في نفس الوقت إذا كانت المبادرات بتهتم بتعزيز الصحة وبالوقاية من المهم جدا أن احنا طبعا نوفر الخدمات العلاجية للجميع، وده دلوقتي أعتقد الإصلاح الصحي اللي بيتم دلوقتي في 6 محافظات والتأمين الصحي
اللي بيتنفذ دلوقتي في المحافظات دي اعتقد ان هو بادرة امل لتوفير الخدمات الصحية نقول بالمجان للفئات الفقيرة وبسعر رمزي للفئات القادرة. يعني اتمنى يعني ان شاء الله الامور الجاية والنتائج الجاية تبقى احسن وافضل للشعب المصري. شكرا لك يا دكتور عاطف يعني على يعني هذه المشاركه بالمعلومات الوفيره. معنا دكتور عاطف الشتاني استشاري الصحه الانجابيه والمقرر الاسبق للمجلس القومي للسكان. يا فندم شكرا لك.